مسرح حديث تشاهد فيه مشاهد فراق تارة ووصال تارة أخرى، يشبه جسراً دولياً تمر من فوقه الطائرات ويأخذ مكانه في ذكريات كل زواره. يربط تركيا بالعالم ويقع في القسم الأوروبي لبؤبؤ العالم إسطنبول، وهو المطار الثامن عالمياً من ناحية كثافة الركاب. بدأ بناء المطار في عام 1949 وانتهى في عام 1953، وأخذ يشتغل في شهر آب أغسطس لنفس العام باسم مطار ياشيلكوي. المطار الذي تجدد بالتوازي مع عدد الركاب المتزايد وحاجة البنية التحتية التي تكبر يوما بعد يوم، هو الآن من بين أهم المطارات الانتقالية للركاب في أوروبا. مطار أتاتورك الذي تبلغ مساحته 9,474,554 متر مربع، بمطاره الداخلي المتربع على 62,500 متر مربع، ومطاره الخارجي الذي تبلغ مساحته 179,000 متر مربع، هو أكبر مطارات تركيا من حيث المساحة أيضا. الاستيعاب الركابي للمطار الداخلي هو 7.5 مليون سنويا، وأما المطار الخارجي فقد تم تأسيسه بشكل يستوعب 20 مليون راهبا سنويا. للمطار 23 جسرا للركاب و224 شباكا تسجيلا لإجراءات الدخول و74 شباكا لتسجيل جوازات السفر، وموقف سيارات مغلق يستوعب 7076 سيارة. يتم استعمال مطار أتاتورك الذي يعتبر من أكبر مطارات تركيا زخما من حيث الركاب من قبل زهاء 1100 طائرة يوميا. إحصائيات المطار الذي يتم فيه إقلاع أو هبوط الطائرات بمعدل مرة في كل 75 ثانية تشير إلى أنه يستعمل من قبل 114,000 شخص في الأيام التي تكون زحمة الركاب فيها كبيرة. حسب تصنيف منظمة الملاحة الجوية المدنية الدولية، إذ إن له القدرة على إقلاع وهبوط الطائرات في حالة تواجد الظروف الجوية القاسية أيضاً.